بمناسبة تقدمة يسوع الطفل إلى الهيكل، أقيم قداساً احتفالياً في بيت لحم، ترأسه راعي كنيسة اللاتين الأب رامي عساكرية والأب ليساندرو. وقبل ابتداء القداس، قام الأب رامي بمباركة الشموع وتوزيعها على المؤمنين، ومن ثم ابتدأت دورة الشموع في ساحة المغارة وصولاً إلى الكنيسة. وخلال القداس جددت الأخت أمل حجازين من الأردن نذوراتها أمام الجميع، ودعت من خلال اللقاء جميع الشباب والصبايا من لديهم رغبة الدعوة بطريق الرب أن تكون لديهم الشجاعة لأن يقولوا نعم أمام الجميع. هذا النعم اللي أعلنته أمام الكل، أنا بحب أدعو كل الشباب والصبايا اللي بحسوا إنهم هم بحبوا يخدموا الرب بالفقير وبالمحتاج إنهم ما يخافوا أو يسكتوا صوت الرب داخلهم، بل إنهم يحكوه ويكون عندهم الشجاعة أمام كل التحديات حتى يحكوا نعم أمام كل الكنيسة. عيد التقديم يذكرنا بأن الله يسوع الرب يسوع نور العالم، نور الأمم، واليوم على هذا الأساس حملنا الشموع المضاءة وعملنا الدورة من المغارة تحت إلى هون إلى الكنيسة حيث احتفلنا بالقداس حاملين النور، معلنين أنه نحن مدعوين أنه نكون نور العالم، ونحن نؤمن بأن يسوع نور العالم سحق ظلمات الخطيئة والشر. وكذلك جددت الأخويات صلواتهم أمام الجميع. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة المغارة الحليب بيت لحم.